اما الحركات البعض قد يتساءل عن الحركات من غير الصلاة احد المذاهب شاع عنده او 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 ظنوا بان ثلاث حركات متتاليات تبطل الصلاة الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء قال لا أولا لا دليل عليها ثلاث حركات متتاليات تبطل الصلاة واحد الاخوة شو يقول لي؟ يقول والله احنا في اليمن مثلا امامنا فرجة ويريد ان يتقدم حتى يتحاشى ان يقع في ثلاث حركات متتاليات يقول اخطي خطوة واقف ثم اخطي خطوة ثانية واقف حتى لا تكون ثلاث حركات متتالية قلت يا <applause> هذا غلط انك تتقدم الى الى هذا ولا تترك المجال ما اما تخطي خطوة وتوقف كل هذا خايف ان يقع في ثلاث حركات متتاليات الشيخ عثيمين وغير من العلماء قالوا بأن الحركات من غير الصلاة أي ليست ركوع ولا سجود حركات يفعلها ابن آدم كمثل ما فعل النبي عليه كان يحمل أميمة أو إمامة أمامة بنت بنته إذا قام حملها وإذا ركع وضعها هذه حركات من غير الصلاة كذلك جاء الحديث فتح الباب لأمنا عائشة رضي الله عنه وأرضى من قرعت الباب كذلك قال اقتلوا الاسودين في الصلاه العقرب والحيه اذا وجدت العقرب والحيه اقتلها واكمل صلاتك لا تستانف الاستئناف يعني من جديد لا تس لا تصلي من جديد لا كمل ابني على ما فات ابني على ما فات اذا هذه حركات طيب ما الضابط في هذه الحركات؟ قالوا الضابط هذه الحركات تخضع الى الاحكام التكليفيه الخمسه هناك احكام تكليفيه خمسه تضبط لك مو بس العباده حتى امورك العاديه انت متردد في هذه الاحكام التركيب الخمسه من الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم اما هذه الاحكام التركيب الخمسه باختصار اقصى اليمين الواجب واقصى الشمال الحرام عكس الواجب الواجب ما امر الشارع به على وجه الالزام يثاب فاعله ويستحق العقوبة تاركه هكذا عرف الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أما المحرم ما نهى الشارع عنه على وجه الإلزام يثاب تاركه ويستحق يستحق العقوبة فاعله قال العلماء طبعا على طرفين أنا في الحركة هذه حتى نتصور هذه الأحكام الشرعية إذا الواجب من لم يفعله اثم وان كان والصلاه التي تتاثر في بترك اي اي اي, أي, أي فعل لو تركته بطلت صلاتك وجب عليك فعله مثال لو علمت ان في على ثوبك نجاسه علمت يقينا مو شك يقين, يقين لزاما عليك ان تتخلص منها وان كان يتعذر عليك اقطع الصلاه حتى تخلص منها لو كان في السروال ما تقص شو تسوي؟ ما تقطع الصلاه تروح او على إشماقك قل شماق دليله فعل النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح في المسلم عندما كان يصلي بنعليه وجاءه جبريل عليه الصلاه والسلام فخلعنا عليه النبي عليه الصلاه والسلام فخلع الصحابه نعالهم فلما قضيت الصلاة سألهم قال وجدناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا قال إن جبريل أخبرني بأن بي بهما خبث بهما خبث دل على أنك تتخلص من هذا الشيء لو انكشفت العورة وعرفت أن العورة قد انكشفت لزام عليك أن تستر هذه العورة وصور انكشاف العورة كثير من هذا البنطلون لو سجدت وركعت وقد انحسر البنطلون هذا عن, عن 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 العورة وانكشفت العورة لزام عليك إذا لم تغطيها بطلت صلاتك كذلك القبلة لو علمت أنك إلى غير قبلة وأخبرت أو اكتشفت لزامعك أن تتغير تتجه للقبلة وإلا الصلاة باطلة لو استمريت تبطل صلاتك إذن هذه الأفعال واجبة بالمقابل المحرم ونترك المحرم حتى نتسلسل بعد الواجب والمحرم عندنا المستحب والمكروه وبالتعريف السريع المستحب ما أمر الشارع به لا على وجه الإلزام يثاب فاعله ولا شيء على تاركه والمكروه العكس ما نهى الشارع عنه لا على وجه الإلزام يثاب تاركه ولا شيء على فاعله قال العلماء أما المستحب فكل حركة أو كل آآ 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 فعل يخدم الصلاة وهذه قاعدة أي فعل يخدم الصلاة جائز منها صوت المس... صوت التليفون تذكروه في أحد المساجد وسجدة كلها أغلبها بعضهم ما يدري يرن تليفونه ويخاف انه يتحرك ثلاث حركات متتاليات تبطل صلاته ويترك يرن موسيقى صداحه بعض الائمه ياخذ الغضب وبعضهم ينصح وبعضهم يسكت فنقول من يجوز لك ان تخرج تليفونك وتغلقه وترجعه مره ثانيه لان لا تؤذي وتشوش على المصلين لا تشوش على المصلين فهذه الحركات منها لو لو حدثت فرجه في الصف الذي امامك تقدم تقدم ثلاث اربع خمس حركات ما في مشكله أو الصف نفسه هناك فروجات بين بين المصلين يترصون إذا هذه الحركة ما تؤثر على الصلاة أما المباح تساوى فيه الطرفان ما لم يكن خادم لأحد الطرفين فيأخذ حكمه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إيش الحركات المباحة للحاجة حكة ذبانة ها في شيء دعاك او بالضروره كصلاه الخوف صلاه الخوف بالضرورة بانك تتحرك خوفا من العدو لا يصيبك تندس او تقعد او تتحرك بالضروره فهذه الامور مشروعه اما المكروهه التي ليست لحاجه لي قطرتك شلون صايره كل شوي تعدل فيها تسنعها هذه ليست لحاجه لي فاذا كثرت الحركه بحيث لو رآك الناظر فظنك لست في صلاة بطلت صلاتك من كثرة الحركة فانتقلنا إلى المحرم المحرمة تلك التي طبعا إن كانت تؤثر على الصلاة فهي أكيد محرمة بحيث إنها تجعلها باطلة هذا باختصار في قضية الحركة في الصلاة وأمثلتها كثيرة وكثيرة جدا